من مؤسسة اسمها مؤسسة رئيس الجمهورية، مؤسسة عندها رمزية وأهمية كبيرة. المؤسسة هذه اليوم طرحت روحها، عطت الحق لروحها باش تطلع على الأرشيف باش تنشره، وحطت روحها نصبت روحها سلطة قضائية، وهي سلطة تنفيذية وعندها علاقات، وهي الطرف غير محايد مع العلاقات اللي عندها ومع جميع الأطراف. اليوم جات نصبت روحها سلطة قضائية، وجات في وقت اللي في تونس الكل نحاولوا نقاو في وفاق ونقربوا في وجهات النظر. حزب السيد الرئيس يقاطع الحوار الوطني من جهة، ومن جهة أخرى ما يكفيش هذا، يخرج كتاب أسود اللي هالكتاب هذا لا عنده فيه الحق باش ينصب روحه قاضي ولا هو والمؤسسة اللي قدمها باش يحاسب فيه الناس. وثاني حاجة محاربة الفساد الكلها بعد المنظومة الفاسدة اللي اليوم احنا يلزم نتصدوا لها الناس الكل، يلزمنا نحاربوها. وكانت الكتلة الديمقراطية من أول العباد اللي حطت قانون العدالة الانتقالية في المجلس. لكن شنو الفرق؟ هما كحزب حاكم اليوم في عوض نسرعوا في العدالة الانتقالية اللي لنا عامين واحنا نناديو بها، لا، نخرجوا كتاب نحكموا على الناس، نحطوا فيه يعني ناس اللي في بلدان أخرى يعملوا لهم تمثال، كيما الرياضيين كيما سلقمودي ميدالية، يعني ميداليات في الألعاب الأولمبية، نجدوا فيه جمعيات عريقة اللي عندها أكثر من 100 سنة وشخصيات عديدة. شي خلي هذا حتى الناس اللي أجرمت في حق الشعب التونسي باش تلقى روحها من جملة الضحايا تاع الكتاب هذا، ومش يقولون هما ضحايا، أعطيناهم الفرصة باش يقولون هما ضحايا. ثانيا الحاجة والأهم اليوم كي نجيو باش نحاسبوا، فما آلية، مانيش باش نحاسب رئيس الجمهورية والمؤسسة رئيس الجمهورية، ما عنديش حق تحاسب الناس، ما عنديش حق تتهم الناس. اليوم حتى اليوم حضرت انا حتى في المجلس وشفت قانون العداله الانتقاليه، العداله الانتقاليه وقانون جيد وفي اليات العداله الانتقاليه. احنا مش طالبين من رئيس الجمهوريه في الحكم باش ينشر كتاب، ينشر كتاب بعد ما يكمل العام ولا المرحله الانتقاليه، بعد ينجم ينشر كتاب على حياته على كيفاه ممارسته الحكم. حاجتنا بيه باش يفعل قوانين، حاجتنا بيه باش يحط اليات محاسبه، حاجتنا بيه باش يكون رئيس الجمهوريه راه حتى كما ما عندوش سلطات، يعني ما عندوش سلطه، راهو عنده رمزيه يجمع ما يفرقش، رئيس الجمهوريه يلزم يجمع ما يفرقش. وحاجه اخرى اليوم الناحيه القضائيه فما اشكال، الكتاب ترفض النشر بتاعه خاطر الارشيف هذاك ارشيف على ذمه القضاء والعدل الانتقالي، ما فماش علاش اليوم رئيس الجمهوريه باش تستعمله. انا بالنسبه لي انا لا التوقيت لا المحتوى للكفية تاع الكتاب هذا، هذا كتاب جاء في مرحلة يفرق، ما فيش آلية عادلة، ما فيش يعني ضوابط من العدالة الانتقالية، وحقنا كنا نبعدوا على بلادنا في المرحلة هذه، ما هيش ناقصة من الحكاية هذوما الحقاق للحق. خاطر النخبة السياسية أول حاجة لازم تكون عندها، والمؤسسات الدولة عندها مفهوم الدولة وتجمع الناس، والمرحلة هذه هي ديجا بلادنا إن شاء الله نخرج من الأزمة السياسية. ما فهمتش كيفاش مؤسسة كيما رئيس الجمهورية